مئات المقامات في بلدنا الحبيب الأردن، إلا أنه لكل مقام قصة ولكل مقام سر. شو سر الرائحة والملمس في مقام النبي شعيب؟ اليوم حناخدكم جولة لنعرف الإجابات. شو الفرق بين المقام والضريح؟ المقام هو مكان الإقامة، قد يكون أقام ثم ذهب، والضريح مكان الدفن. يعني هون مكان دفن مقام النبي شعيب، يعني احنا بنحكي ضريح النبي شعيب وليس مقام النبي شعيب. مقام وضريح. طيب شو سبب تواجد المقام في هذا المكان أو الضريح في هذا المكان؟ احنا هون في السلط في وادي النبي شعيب، فشو سبب تواجد الضريح هون؟ سبب تواجده هو مكان دفن سيدنا شعيب عليه السلام، ومنسوب إلى المنطقة التي يوجد فيها المقام اللي هي منطقة وادي شعيب السياحية. طيب من إيش بتكون المكان هون؟ يعني إحنا هنا في حجرة فيها الضريح، إيش في مكونات أخرى للمكان؟ المساحة الإجمالية للبناء اللي أقيم على هذا المقام مساحته 2000 متر مربع، مكون من مصلى نساء ومصلى رجال وقاعة متعددة الأغراض، إضافة إلى المرافق الصحية والساحات العامة والمكتبة، وتكلفته الإنشائية قريب من 1,000,000 دينار، وهو بعناية ورعاية اللجنة الملكية اللي أمر جلالة سيدنا بتشكيلها للعناية بالمقامات بشكل عام. أنا حابة أعرف منك عن رائحة المقام، أنه هل فعلياً الرائحة من المقام نفسه ولا بتم تعطير المكان؟ من خلال تواجدي في هذا المكان يعني ما يقارب 20 سنة، الزائرين يضعون الأعطار على العطور على المقام، ودائماً نقوم بتبخير المقام، فأغلب هذه الرائحة هي رائحة توضع على المقام. أما بالنسبة للفتحة التي يعتقد البعض أن كل هذه الرائحة تخرج منها، هذا غير صحيح، وبهذا لا أنفي أن يكون هناك ميزة وكرامة لأحد الأشخاص الذي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمزيد الطاعات والعبادات والأذكار أن يشم رائحة خاصة يجدها في نفسه ولا يجدها الآخر. عظيم. طيب شو سر أنه الغطاء الموجود على المقام هو بغلب عليه يعني الطابع الشرق آسيوي؟ هل هو بيتم يعني تصميمه هون ولا في الخارج؟ بالنسبة لغطاء مقام النبي شعيب عليه السلام، يتم تصميمه وخياطته في الباكستان، حيث يقوم أحد الأشخاص بالتبرع بهذا لمقام النبي شعيب، ويقوم بتبديل الثوب في كل رمضان. عظيم. طيب كونه حضرتك من 20 سنة ما شاء الله في المكان، إيش بتشوف أكثر ما يميز هذا المقام؟ ما يميز هذا المقام أولاً دقة وجود ضريح النبي شعيب، يعتبر هنا ضريح للنبي شعيب وقبر لسيدنا شعيب عليه السلام، وهذا يعني من خلال إشارة في القرآن الكريم، حيث هناك 5 مقامات للنبي شعيب في اليمن، في الجزيرة العربية، يوجد في الأردن، يوجد في الشام، وفي فلسطين، من خلال إشارة من قول الله على لسان سيدنا شعيب وهو يعظ قومه، حيث قال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فلما ذكر جاء بالتسلسل الزماني للأنبياء، ثم عند قوم لوط ليسوا ببعيدين في الزمان ولا في المكان، حيث لا يبعدون من هنا سوى نصف ساعة في منطقة البحر الميت، وذلك أدعى لقبول دعوته. شيخ، نحن حابين نختم بآيات عن النبي شعيب بصوتك، فتفضل. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون وما أنا عليكم بحفيظ.